بردان بردان بردان، شو عم تعمل؟ قولوا لك دمي يا مو يا يامو. لك مين انت وشو جابك لهون؟ عمل لك جوعان طعميني مشان الله. انا ابو شهاب افتاح عم ماجي افتاح. اهلين عبيد. اهلين ابو ماجي. شو قصته هاد؟ لك شو بعرفني؟ صرعني ما في اللي بدق علي، بدي امي، جوعان بردان. قوم ولا؟ قوم عمل لك. لك قوم اتحرك. هذا مبين عليه ما بيشوف. قوم يا شو؟ مسيك على حبكاستك، مسيك. مسيك ليكا. يا عمي عم تسمعني؟ قل لي شو جابك لهون؟ بدي امي. خذوني لعند امي. تكون اكلي همي. لك طالما امك هاكلي همك، ليش تركتك تطلع من البيت؟ طب قل لي شو اسمها؟ جوعان. جوعان طعميني مشان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا ابني عم يسألك شو اسمها؟ كمان ما بتسمع؟ ما بعرف. وين أمي؟ يا مو؟ يا يامو؟ هذا بعينته مصيف على الآخر. سطيف؟ سطيف؟ لك من وين سطيف؟ بدي أمي. خذوني لعند أمي يا يامو. أب ماجي تخذوه على الجامع لبين ما يطلع الضوء ولا يلو صرفه. هذا بنته ضايع عن اهله وحارته. لا حول ولا قوه الا بالله. امشي عمي امشي. جوعان طعميني. روح معه روح. اعطيني مصاري الله يخليك. شو اعطيك مصاري؟ لك انا بدهم يعفيني. امشي وحدوه. الشباب امنوني بالسلام امان. الله يسلمك ويسلمهم. أهم شيء إنه الأمور مرقت على خير. الحمد لله. شو بدي أقول لك زعيم؟ أنا راجع على الحارة لقيت شاب هيك أعمى ومعتر وأواعيه مشقشقة بردان ونايم على باب الحارة، واللي فهمته إنه ضايع عن أهله وعن حارته. أوف، شو جابه لحارتنا؟ الله أعلم يا زعيم، باين عليه على البركة ومو عرفان وين هو ولا اسم حارته ولا عنوان حدا بيعرفه. كل اللي عم يقوله انه بردان وجوعان وبده امه. وينه هلا؟ قلت له لابو ماجد ياخده على الجامع. هلا بيكون الشيخ عبد العليم شافه وبركدم بيكون فهم منه شيء. اللي فهمته منه انه اسمه سطيف. سطيف؟ مين؟ مين انت؟ بعد عني بدك تضربني بهيك؟ انا ما سويت لك شيء، بعد عني. الله لا يوفقك. راسه لك. هذا الزعيم اللي عم يحكي معه. الله يطول عمرك عمي الزعيم. الله يطول عمرك. بدي روح لعند امي، امي عم تستناني. انت منين يا ابني؟ انا من هونيك من حارتنا في فيجة مي. لك عمي كل حاره فيها فيجة مي. اعطيني كعكة شيخي. وينو الشيخ؟ شيخي شيخي. انا هون صيف، انا هون جنبك. حرام باين عليه ضايع، ما نو عرفان كيف بده يرجع الحارة. إذا كان ضايع من شي حارة، من السهل كتير بسيطة جدا إنه نعرف وين أهله ونسلمهم إياه. أما إذا كان ضايع من شي ضيعة، فهذا كتير صعب إنه نعرف منين هو إلا إذا خبرنا. أنا عم أقول نسلمه للمخفر وهن هنيك بيلاقوا لهم صرفة معه. أنا رح أخده معي يقعد بالغرفة يلي ورا الجامع لبين ما تلاقوا له صرفة. تعال معي سطيف. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. وين عكاستي؟ خذ خذ سطيف. وين عكاستي؟ هي عكاستك. تفضل. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله يطول عمرك يا شيخ، الله يطول عمرك. خذني لعند امي، بدي امي. طول بالك طول بالك، بلاغنك لعند امك. الله كبير الله كبير. لا اله الا الله. امشي. استنى شوي استنى شوي يا ابو.
تفضلش اخي. تعال معك سيف، امشي. السلام عليكم. وحدو. السلام ورحمه الله شيخ. يا رب يا قاضي الحاجات. سطوف سيك سطيف، هاي لك. ها ابو سمير، عيوني جيب له شي صحن مسبحه مثل العالم والناس خلي ياكل. العمى بقلبك، ما شفته شلون عم يلحو الصحن مسبحه لحوسه؟ هاي بدل ما اجيب له شوية فواكه من عندك عشان ياكله. شو هالحكي؟ بدك اياه يتبانك على حسابي وياكل فواكه؟ عجبك ابو محمود؟ انت اخي ابو محمود الله يرضى عليك، روح جيب له شي مشاي احسن ما له مش عافي. جيب لي شو عليه وجكارة فيك، رح اجيب له مشاي وعلى حسابي كمان. العمى من له هالكلام لابو محمود؟ لانه هذا الزلمه مبروك، واذا عملت معه خير وطعميته الله سبحانه وتعالى من فوق بيكتب لك حسنات على عدد شعر راسك. بعدين هذا دعوي مستجابه، دير بالك شي مره يدي عليك. اذا كان هيك لروح جيب له شويه فواكه. حرام. بدي كعكه. كعكه ولك شو بدك بالكعكه هلا؟ اب مرزوق له حيجيب لك احلى فواكه، هدول وجع الدار. خذ سطيف البيس هي وادعي لي. شو هي؟ خذ سطيف هي دراني. اكل؟ ايه اكل. لك دراني واحده بس؟ ايه ايه دواء بس، هي دواء. فوت سطيف فوت. ما بدي شيخي، ما بدي، بدي روح على بيتنا. لك يا ابني لو عرفنا وين بيتكم كنا اخذناك من زمان. المهم انت راح تنام بهالغرفه هي. شيخي شيخي شيخي. نعم شيخي. والله انا خايف. خايف يا ابني. لا تخاف لا تخاف، الغرفه صغيره وما فيها حدا، ليك فيها حصيره على الارض والجامع صار جنب الغرفه، بس تطلع لبرا بتقفي لورا. بدي اشوفك على صلاه الصبح. ها شو هو؟ بدي اكل. اوه حسبنا الله ونعم الوكيل. لك سطيف كم مره اكلت اليوم؟ وينك يا عمي؟ يا امو لا حول ولا قوه الا بالله. يا امو لا حول ولا قوه الا بالله. خليك هون ولا اطلع لبرا، احسن ما تضيع مره ثانيه. انا رايح على البيت جيب لك شويه اكل وراجع. شيخي؟ نعم امر. شو بدك كمان؟ بدي قطعه جبنه حلو. جبنه حلو؟ والله بتعرف طعم تمك يا درسان. ما نطول عليك، راجع لك. فوت سطيف فوت. فوت على مهلك. على الله يا رب. يا رب. فوت سطيف فوت، ما نطول، راجع لك. بسم الله يا رب. هيك قولتك زعيم؟ او شو بدنا نعمل؟ خلص اتركوا لهذا الصيف بالحارة لحتى يلتقوا أهله أو حدا يسأل عنه. بعدين بيجوز يكون هالمبروك فالخير على الحارة. الله يسمع منك بجاه النبي. شو من شان إنه أبو أحمد الزبال ماتت الدابة تبعه وعم بيشد العرباية على ظهره؟ إيه والله هيك سمعت. على كل إن بكرة إذا البلدية ما سلمته حمار رح أعطيك مصاري تشتري له حمار، لأنه ما بيجوز هذا ينكسر ظهره وهو عم يلمه سخ الحارة. لك الله يديمك يا زعيم ويخليك لأهل الحارة. بسم الله. حرام نام، راح اترك له اياهم للصبح، بكره بس يفيق بياكلهم. باين عليه تعبان كتير. يا الله يا رب. ديبو شفت اللي انا شفته لما انا عم بحلم؟ لك شفته؟ فات على دكان ابو سمير دغري. يا لطيف، شلون هيك واحد اعمى وما بيشوف بفوت على الدكان تمام
ولا بيضحكان. الله اكبر. والله يا عمي هذا بينته بركه بركه واجت على الحاره. والله انا قلبي هيك قايل لي. الله يبارك فيه يا رب وينفعنا ببركته. روح لنشرب لنا شي فنجان قهوه ونفس ارجيلي احسن.